مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سمار الرياضي. ضيف حلقة اليوم نجم من نجوم الرياضة الوطنية ونجم من نجوم كرة القدم. يمكن نقول بأنه التقديم ديال النجم ديال حلقة اليوم تقديم مسهل لمجموعة من الاعتبارات، فهو حاز على الإجماع ديال جميع الرياضيين على أنه كان رياضي متميز، ولكن كانت عنده واحد الخصلة من الخصال اللي تتميز لاعب في ذاك المستوى. كان أخلاق عالية وكان محطة تقدير واحترام الجميع. قلت تقديمه سهل لأننا غنقدموه من خلال هذه الصور. إذن ضيف حلقة اليوم هو اللاعب الدولي محمد التيموم. شكرا. سي محمد مرحبا بك. مساء الخير سي سعيد. طيب سي محمد التيمومي، اولا بغيتك تقدم لي الاصدقاء ديالك ولا شكون اللي اخترتي باش يحاول يقدم معنا محمد التيمومي. انا عارف بانه هذه الحلقه صعيب انه نجمعوا المسار ديال محمد التيمومي في هذه المده الزمنيه، ولكن نحاول ما امكن نقربهم. اختصر على سي سعد دحان، صديق واخ، تعيشنا سنوات فارق الجيش الملكي داخل فارق الجيش الملكي بالفترة الذهبية، واللي كان لاعب كينفرد لا على مستوى الأخلاق لا على مستوى الطاقات والمؤهلات ديالو. وفعلا كنا كنمثلوا واحد، ما غنقولش ثنائي لأن كانت مجموعة الحمد لله متكاملة منسجمة، فكان تشرف بالحضور ديالو. ثم كيكون الحاج محجوب، هذاك فيه الأخ فيه الصديق فيه الأب فيه كل شيء، لأنه الأخ ديال الوالدة الله يرحمها، عايشني في واحد المرحلة منذ الطفولة. السي عبد السلام كان تشرف كذلك بالحضور ديالو، لأن كان دائما كيمثل واحد الفرجة خارجة على الملعب، واللي بالإضافة للحسينة بالإضافة للعزيز بالإضافة، وهذه مثلت واحد القوة داخل الفريق الشمالكي من الناحية المعنوية. فكان تشرف بالحضور ديالو داخل الملعب وخارج الملعب. خارج الملعب يعني كانت تمثل عائلة الحمد لله، وهذه من المقومات اللي كانت تتميز بها فريق الشمالكي في ذاك الوقت. فكان تشرف به من اللاعبين اللي هما كنت في نفس الوقت كانت متع بهم. طيب غادي نبدا الحلقه ديال اليوم ونخليوك مع بعض الارتسامات ديال الجمهور الرياضي حول التيمومي، ومن بعد نفتحوا النقاش ديالنا. لاعب كبير تبارك الله، ودوز ما فيه الكفايه وما خداش حقه لا في الاحتراف لا في البطوله الوطنيه مقارنه مع هادشي اللي كاين دابا. شحال غيشدكو كان تيمومي دابا؟ شحال غنعطيو في الصالير؟ شحال غنعطيو في البريم؟ شحال بزاف د الحوايج. تيمومي لاعب كبير، والكره الذهبيه راه صافي، راه باينه دليل قاطع بانه راه لاعب كبير وما جاش في وقته. سي محمد تيمومي كيبقى اسطوره مغربيه، لا هو ولا سي بادو الزاكي ولا الظلمي ولا بزاف ديال اللعابه اللي تبارك الله عليهم، واخا حنا مازال لي جون ماشي هما ارجع علينا، ولكن المهم تفرجنا في الاستوريك ديالهم تبارك الله عليهم، لعابه نفتخروا بهم كمغاربه. تيمومي لاعب كره قدم سابق، كما كان واخا انا ما عشت في الجيل ديالهم، ولكن كيعاود لي الوالد ديالي يعني اسطوره كره القدم كما كنقول. كنتفرجوا في الارشيف ديال اللعابه القدام، وكما سولتيني دغيا عرفت، وانا الذاكره ديالي يعني دغيا خطفت المسار ديالو من خلال داكشي اللي كيعاود لي الاب ديالي. شكون ما عرفش محمد تيمومي؟ هذا لاعب ديالنا مشهور، كان في يعني مع المنتخب الوطني في الثمانينات، يعني من موراه حقق المنتخب واحد مجموعه ديال الانجازات عظيمه في الكره ديال الوطنيه. تيمومي كنعرفو عنده اخلاق عاليه، وكنتفرج فيه مزيان،
وما عمري شفتو دار شفوت وعمري ما شفتو يعني زال شي اربيط ولا قصد شي لعاب ولا شي لعاب الى ديك الفجأة ديال المصرى هي اللي بقات في قلبي انا اللي عندي الان على التيمومي داك اللي هرسو في مصر هذا هو اللي كان عيني يكون التيمومي احسن لعاب الفرق ما بين التيمومي واللعابه ديال اليوم فرق كبير لان التيمومي عنده اخلاق كبيره اللعابه اليوم كلهم عندهم اخلاق ضيقه يعني اللعاب دغيا كيمشي للاربيط دغيا يبغي يسب الاربيط يبغي يسب لعاب يبغي يعني انا عندي اخلاق عاليه ديال التيمومي. طيب هذه عينه لانه لو انه استمرنا في تقديم هذه التصريحات ديال الجمهور الرياضي تقريبا كاين اجماع غير حاولنا ناخذوا ناخذوا عينات واحد تحدث على الاخلاق واحد تحدث على الكره واحد يتحدث على كون كان تيمو فهاد الوقت شحال خصنا نعطيو ديال الفلوس انت بالنسبه لك هذا الكلام شنو تيمثل بالنسبه لك؟ اظن بانه هو اولا كيعطيك يمكن الوزن والقيمه ديالو القيمه ديالك داخل الملعب في المسار الرياضي ديالك وهذه شهاده اللي يمكن نعتز بها نفتخر بها ولو انه هذه المساله ديال الاسطوره والنجم دائما ما كناخذهاش في دماغي بصراحه تنصادف ناس كان يمكن الان وحنا نهينا المشوار الرياضي فدائما كيتغناو بهذه المساله ولكن كتبقى انت خديتي الموهبه ديالك فطريه بالامكانيات اللي كانت في ديك الوقت بالمقومات اللي كانت في ديك الوقت بالملاعب اللي كانت في ديك الوقت في الازقه اللي كانت في ديك الوقت والملاعب ديالها وحاولتي ما امكن انه تاخذ اشياء كثيره من 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 هذه الملاعب هذه نحن مارسنا في ظروف اخرى وفي امكانيات اخرى وخلتنا باش يمكن ناخذ اشياء كثيره اللي يمكن تعاملنا بها في المسار الرياضي تنشوف فريق الجيش الملكي مثلا في ذاك العهد اللي يمكن انا صغير في السن ديال 12 عام 13 عام والوالد الله يرحمه كان تيدينا الحجره هو تيذكر هذه المساله تيرافقنا وتنمشيو نشوفوا في تيران الفتح في الوقت اللي كان ملعب الفتح يعني باقي ماشي معشوشه تراب وكنا كنشوفوا كانوا كيلعبوا الفتح والجيش فربما هذه المساله ديال توليد ديال الحب ممكن جاني في ديك الوقت مع فريق الملكي وكنت كان فريق كبير بلاعبين كبار ولكن دائما كان واحد المثال الاعلى يمكن اللي هو دريس باموس صراحه ربما هذا كان عنده الاستثناء وكان عنده الانفراديه ديالو داخل الفريق الشمالكي وربما خلاني بس دائما نكون تنتبعه في كل مباراه كنمشي نشاهدها وهنا ربما تولدت هذه المساله ديال يمكن رقم 10 في ذاك الوقت. طيب قبل ما نوصل الحديث ديالنا غادي ندير واحد التوقف مع واحد الروبورتاج لان قلت انا بعدتي من الجانب الرياضي واحد الروبورتاج اللي تيحكي لنا الحياه العاديه اليوميه ديال محمد التيمومي. تيمومي هو بابا وكان تيلعب الكره وموها واحد كان تيلعب في واحد الفرقه معاه في الكره وضربوا رجلو ودابا ما بقاش يلعب الكره وفي البحر لعب معنا بعد لعب معنا الكره في البحر والبحر زوين. بابا سميتو محمد تيمومي كان لاعب محترف مع ليفار كان كيحمل رقم 10. تيمومي كأب متاعي وبالنسبة لي أحسن أب صاحب أنا وياه كأخ كصديق ككل شيء. مبروك عليه. العلاقه اللي خصها تربطها مع الوليدات شيء من الاولويات اظن واجب عليك وضروري فاظن كيمكن تاخذ واحد القسط من الوقت ديالك سواء اليومي ولا الاسبوعي يعني انك توهبوا وتعطيه للوليدات وتصاحبهم وتصادقهم وتحاولوا ما امكن انه المواضيع اللي يمكن تناقش معاهم ويكونوا خارج الجانب الدراسي خارج الجانب او العلاقه الاسريه اللي يمكن كتستمر واحد خمس ايام ديال الاسبوع.
السلام عليكم. الشهر ديالنا مزيان. ديال المغرب. الله يسرك. الله يحفظك. باش نتوما كانت عندكم امكانيات كانت هاد بهذا ماشي بهذا الوقت ماشي بهذه الحاله سي فري هذيك وقت وهذه وقت سي فري هذيك وقت المرايه ساعتين عادي يدخل لا واش بغينا داكشي اللي عطيتو نتوما يعطيو تاهم شنو الفرق ونتمنوا غير الجمهور يكون دائما ولكن انت شوف كيعطي ديك الروح الرياضيه وتيتقبل هذه من الحوايج اللي خص الجمهور العسكري راعي ليها صغار كانت عندي باش نطلع زعما كويري وهذا من بعد باش طلعت باش زدت ثاني في العمر شويه قلت اجي نبدل علاش كلشي غيطلع بحال كره القدم وهذا اللهم نبدل مهنه واحده اخرى نولي حاجه واحده اخرى صافي وبديت كنخمم في هذا لقيت الطبخ كيلاق ليا مزيان ولقيت راحتي فيه كسبت التجربه وديك ديك التجربه كيولي عنده تخصص كيولي مجال اخر الانسان كيولي عنده وعنده امكانيات لان ما يمكنش يمكن الانسان يجي يدير ما يكون بريطا ان شاء الله سي ان كرون شيف عييت مكرون سبحان الله حتى الديره الصفراء تخرج حمراء شر هذاك الخرطوم صلي لك تيب وحدك انا كنقول بان الوالدين هما الناس اللي كيبغيو لك دائما الخير وتيبغيو لك النجاح بواحد الحاله صادقه والحاجة مبارك كي دايره لاباس عليك صحيحة شوية ها شوية السي محمد ولد مرضي صراحة ديما كيسول في الحاجة ما كي سواء كان مسافر ولا كان هنايا ديما بالقرب ديالها كيسول على حالتها الصحية إلا غير سمعها عيانة ولا هذا كيجي يديها للمستشفى ديما في جنبنا الحمد لله ما كيخليها مخصوصة حتى شي حاجة الحمد لله صراحة ولد مرضي الله يكمل عليه بوليداته ويسهل عليه حتى الواليد كاع في زعما في واخا زعما متوفي والله العظيم كيمشي يزور البركة حتى من الواليد واخا متوفي زعما هادي صراحة زعما ماشي يجي يبوس الواليدة هي الأولى يقول لينا أنا مسافر ولا كاع كان مزير التليفون البنات يقولوا للحجة أنا راه مشيت هنا ولا هنا مي لاباس واش خديتي الدواء طيب سي محمد التيمومي هذه مناسبة جديدة نترحموا فيها على الوالدة الله يرحمها ويوسع عليها امين طبعا غنبغي رايك انا عارف انه في هذه اللحظه من اللحظات الانسان تيتاثر بشكل كبير الا كان شي كلمه على هذا الروبورتاج اللي شتي فين خداك اعطاك اشياء كثيره يمكن الانسان مفروض انه تاخذها من الوالدين الوالدين الاب والام صفر الاب توفى في 73 خلاني انا في السن ديال 12 عام
ودائما الحاج محجوب راه حاضر، ولكن الحاجة تقلدات وخدات المسؤولية والثقل ديالها يعني في ذاك الظرف يعني من 73 ماشي من السهل. الحمد لله كانت نعم، نعم علاش؟ لأن أي واحد عنده الـ 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 الأم ديالو إلا وكاين ذاك الحب وكاين ذاك العاطفة وكاين ذاك الحنان وكاين ذاك التواصل. هادو صور اللي دائما غتبقى في الذكريات وكيبقى الانسان يتذكرها. طيب كنطلبوا لها الرحمه والمغفره. طيب سيدي حجوب اللي هو خالك ممكن يهضر على محمد التيمومي في هذه المرحله هذه. محمد التيمومي كطفل صغير انا ذاك تربى وسط واحد العائله اللي هي اظن تيعمها الدفء والحنان كيف قال، رغم انه ما تمتعش بالوالد ديالو كثير، ولكن الام ديالو بقى معها متواصل واحد طيله الحياه ديالو الطفوليه. الور العائله اللي ما فيهاش قلق، ما فيهاش نهي مثلا عقاب ديال الدراري لانهم كانوا دراري متخلقين، ما تيخلقوا مشاكل لا في دراستهم ولا في حركتهم داخل الحي، لان الشيء اللي تنعتجوا به في داخل الحي هو ان بالاضافه للتربيه داخل البيت كان هناك الحي حتى هو جمع تيلعب دور في التربيه ديال. انت تعلم على ان الاباء كانوا مشغولين في المهام ديالهم العسكريه وكذا وكذا، ولكن الامهات تما كانوا بمثابه المربي صحيح. لأن الحي لعب دور في التربية ديالهم حتى في الرياضة ديالهم. كانوا أطفال صغار تيلعبوا في الساحة في الزقاق في الطريق في داخل الحي ومحاطين بالجيران وبالعائلات. طيب الموهبة ديال السي أحمد التيمومي ظهرت من الصغر؟ ظهرت من الصغر. اش من السن بان بأنه يعني ما تنذكر على تكوين ولا مدرب ولا حتى شي حاجة، غير كيفاش برزت هذه الموهبة ديال محمد التيمومي؟ الموهبة ديالهم من 6 سنين من 6 سنوات كانت واحد الساحة في باب الدار كي تيعرفوا كاع الإخوان هما معايا هنا الوليدات مقبلهم واحد والوع حتى هو نقولوا تيتجمعوا تيفرقوا تما في باك هذا، وكانوا مواهب صغيرة وكلهم عندهم إمكانيات ومؤهلات اللي هي تتلفت النظر ديال المشاهد. الوغ من تما بدات تتكبر معاهم هاد المواهب. واش هو كان متميز عليهم ولا كانوا تيبانوا بحال كيف كيف؟ شنقول لك في ذاك الظرف كان صعيب كان صعيب التمييز. الوغ بدا التمييز ديال انا اللي تنعقل في ديك الساعه حنا في المخيمات الصيفيه ولا تختار من ضمن المنتخب ديال المخيم الصيفي بدا تيبان الامتياز ديالو بصفه. من سن؟ هذه في 71 71 اظن في الفينال اللي كانت 3 سنين بحال هكا. طيب هذه المرحله بدون شك لا ولا طوال، ولكن بانه الموهبه ديال اللاعب في 12 عام برزات استمرت 12 13، ولكن في هذه اللحظه هذه ما مشى لا للنادي لا مينيم لا كادي لا معنا مع لا لا باقي ديك الساعه سعيد لانه انا تسال بدا تسال يعني مينيم مرحله مينيم تتبدا من سن ديال 15 عام لا يعني اول رخصه تتوقع 14 15 اللي بدا مع اتحاد التوارقه مع اتحاد التوارقه وكادي مع اتحاد التوارقه ومنها تيلعب سينيور من الكادي من الدوزيام اني كادي ولا التروازيام اني كادي عنده 17 عام درنا له لا ليسونس فور يعني جوج شواهد طبيه ولعبناه مع السينيور، ولكن هذا باش يلعب مع السينيور كان بإعاج من الجمهور التوروكي لان كان الامر شويه صعب صعيب مع اللاعبين، ولكن هو تيدرب وتيشاهدوه فرضوا لان كنت في ذاك الفتره انا تندرب فرضوا عليا الجمهور باش ندخله ما تندخلوش حتى لواحد المباراه مع ضد طنجه ولا ضد اليوشوفيه ودخل. شنو القسم ذاك الساعه كان؟ القسم الثاني. القسم الثاني؟ القسم الوطني الثاني. الور لعب وكان ممتاز. لكن طيب في هذه المرحلة سي سعيد وقبل منها شوية التيمومي كان أي راجل في التوارقة باه تيشوفو عزيز عليه حيت كان تيمتع كان صغير اش نقول لك ميل فوي تتلعب تاكلو واحد لابوتي جيستويال داك الشيء خارق للعادة كان
الكونترول انت ضربه تجلها تحبسها ما تشوفش فيها دري صغير. المهم سي محمد دوك الناس اللي في حومته داكشي تيشوفوا فيه بداك الحنان وداك العطف تيبقاو اكثر من المحجوب خالو اللي كان اللي كان هو اللي انا بغيت نصح المشاهدين الكرام هادشي هذا حيت انا هادشي عشته يا راه شرحنا انا راه وصلنا الرساله شرحنا اليوم. طيب ليليم كادي جونيور شحال عتي معت ورقه عام عامين باش مشيتي للجيش الملكي؟ عامين ولا ثلاث سنين تقريبا اذا ومن بعد ما مشيتي للجيش الملكي كيفاش تم الانتقال؟ انتقال ل حيت راه تعطلوا لانهم بدا راهم تعطلوا يعني في العام الاول كانوا خصهم يجيو يديوك. لا كان شوف كان مسيو كليزو راه ساعد تيعرف هذا السيد مزيان بصراحه الله يرحمه. يمكن تولد الحب ديالو في السن ديال 12 عام تقريبا شافني مسيو كليزو. فديك الوقت هو يعني شاف الامكانيات شاف الطاقات شاف المؤهلات اقتنع بالمسائل فبقات سنين توصلت لهذاك المرحله ديال 79 80 وفي ذاك الوقت كان يمكن هو كيجي وكيحضر المباريات ديال تورقه في القسم الوطني الثاني لان كنا كنلعبوا الصباح وكانت الجيش والفتح كيلعبوا في العشيه فربما هذه متابعه كانت دقيقة وكانت مسترسلة وخلى انه مسيو كليزو باش يلح على هذه المسألة وباش ننتقل لفريق الجيش الملكي. طيب في ذاك اللحظة في الانتقال للجيش الملكي شكون لقيتي في الجيش الملكي في ذاك الوقت؟ لقيت خليفة لقيت حمدي لقيت وديش لقيت مصطفى الله يرحمه لقيت مولاي الطاهر لقيت سعد لقيت تنيوني العامري هذا المدرب تونسي وي تونسي واحد على كل حال فارق كبير بصراحه راه ما فعلا نقصتوا الالقاب ولكن كانوا لاعبين بواحد شحال من عام ديك الساعه ديك الساعه شحال عندك؟ عندي 19 سنة يعني في ذاك اللحظه اللي مشيتي على الجيش الملكي بان لك بانه الامور صعبه ام انا بان لك امور سهله تلعب معهم؟ لا كاينه مساله الثقه ولكن الوقت اللي وصلت وتلقى ديك الاسماء فعلا انت تقول كيفاش غيمكن تشد بلاصتك ولو انت راه عندك مسائل ديالك وعندك الادوات ديالك وعندك المقومات ديالك ولكن انت تبقى ديك المجموعه كانت متكامله منسجمه ومتعايشين لواحد الفتره طويله. لقيت واحد الايقاع قبلوك مزيان هما غيكونوا عارفينك سمعوا لك. لا هما كانوا سامعين ومتبعين وتيشوفوك كان هوبزدي كان حمدي هادو نسيتو شكون هذا اللي قال هذا جد لي بلاصتي؟ لا هضر فيها سي سعيد الوقيته اللي جا حموده مليون في المئه يلعب ما يمكنش واش الشمس تضر لا لا باقي سعد لا 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 شوف والله هاد مولاي الطاهر وانا دريس وادي شكون اللي كان مليون السامبا ولكن بانت الخرطه صارت تخرج في السامبا كل واحد يقول انا اللي غمشيت ولكن لا حيت ما يمكنش اش تدرك تدرك الشمس بالغربال ما كان جاي ما كانش تبارك الله و في 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 لي سيونس دونترينمون و تتلعب باش تتريني وتتمد انت تحاول في لو شوا ما تعطيهاش لسعيد وتعطيها لحموده باش تتمتع انت فيه انت راك لاعب معاه وتتمتع به في لعبه ما كان زعما كان مليجا ما كاينش زعما كاين يمكن هو حيت موديست الى عرفتي ولكن تنظن انا كان جاي لا لا كنت نقول صعيب بلاصتو في الجيش بلاصتو في المنتخب صراحه تنقول صعيب لان الايقاع حتى ما بين تورقه والجيش انا بغيت يعني ماشي التدريب كي التدريب كان ايقاع اخر صراحه كان مغاير لانه لما كتكون تتقول كليزو كاين انضباط كاين معقول وي بس قلت لك انا الايقاع تغير هنا في الحين راه تيقول واحد الكلام تيقول لك هذا اللي كان التدريبير على قد الحال شو كي جاش داير عم الله ملي غيدرب نعم هو شوف هذا كليزو كانت تصيب ما تقتل فين تخدم كليزو كانت عنده شوفه دقيقه والا قال لك فلان صافي راه ما راه حيت تصاب يمكن انا راه كان يقد يجي ملي كان صغير
حيت كليزو انا كنهضر ليا عليه ملي كان باقي صغير كان عندي واحد العلاقه ابويه انا وكليزو. المهم حموده جا بلاصتو كاينه كانت بدون منازع. جا في اول موسم؟ اه كان جا في اول موسم درتي معهم داك التدريب الشاقه بطبيعه الحال. من بعد استهداد. اول مباراه لعبتيها ولا لا رسمي اول مباراه؟ لا بصراحه وديك الوقت كان واديش صراحه راه هو كيعرفوا ادريس ادريس ولاعب اللي كان ديك الوقت راه هو لاعب دولي وشارك في 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 في, في محطات ولا استحقاقات وكان تيحمل رقم 10 باش يمكن تغير لي يعني كانت صعيبه لازم نقول صعيبه ولكن تيبقى كليزو هو اللي مول القرار الاخر. طيب المباراه الاولى كيفاش مرات عاديه المباريات باش نعرفوا الى اي حد استقبلوك واستحسنوا العطاء ديالك رد الفعل ديال الجمهور وانت كشخص باش حسيتي؟ لا وهذا الشيء ما كنذكروش ولكن كنقول بانه البدايه كانت غادي تكون دائما محتشمه شويه ما يمكنش الانسان انه يفرض كاع دوك المؤهلات ديالو والطاقات والمسائل اللي يمكن تغيرات فيه من بعد تيبقى دائما داك المردوديه يعني ماشي بداك القيمه اللي انت باغيها انما لقيت واحد المجموعه اللي هي دغيا يعني الانسان انسجم معها ودغيا دخلت في الاجواء ديالها. كانوا لاعبين اللي هما لا من الناحيه الاخلاقيه لا من الناحيه الكرويه يعني الناس اللي سهلوا عليك باش تندمج معاهم فالحمد لله ما لقيتش مشكل في هذه المساله هذه. ما نساوش على ان الوقت اللي طلبوا كليزو قبل من التاريخ فاش التحق بليفار كانت التوارقه تتلعب على الصعود. ولكن الوقت اللي احنا طحنا طلعنا وطحنا التحق هو بليفار ولكن في ذاك الوقت راه كان هو ديجا لعب مع المنتخب ديال الشبان وكان مع فلو مثلا لاكروا ولو هافر الفتيان ربما كاينين دخل الفتيان راه ديك الساعه بلا سيليكسيون العلاقات مع المنتخبات ولكن سبقتيني لهذه المرحله العلاقه ديال المنتخبات يعني بدات اول رخصه اول رسمي يعني كلاعب كره القدم داخل فريق اتحاد تورقة واول منادات عليا في المنتخب ديال الفتيان من تحت ورقه وسي حسن اقصبي هو حاضر لانه هو اللي كان ديك الساعه هو المدرب المشرف على فريق الفتيان. كنا شاركنا اول مشاركه كانت في دوري لاكروا فكانت الدعوه باش يمكن التحق بالمنتخب للفتيان وفي نفس الوقت كان عندي هذه ربما هي اللي غادي تدير لي النهايه في بالنسبه للدراسه غادي نوقف الدراسه. كان صدفات مع الامتحانات يعني هذاك التورنوا صدفات مع الامتحانات عندي في اخر سنه فالمدير ديال الثانويه واحد السي اليماني كان تيسمع عليا ديك الساعه العام الكره العام مزيان هذه كان الحاج رافقني باش نمشيو نشوفوا واش يمكن مثلا ندوز امتحان من بعد لما نرجع من السم. فقال لي اودي انا راه كنسمع عليه ما عنده مسائل عنده امكانيات لاعب كره يختار يا اما الدراسه اما الكره. وهذا هو اللي خلاني بس ن ن ن ربما حتى ديك المساله ديال انك تستدعيتي باش تمشي مع المنتخب واول خرجه لفرنسا وهذه ربما كان عندك واحد الشوق انك تمشي تلتحق بالمنتخب ثم الحب ديالك للكره فيها بزاف ديال الامور اللي جات في ديك الوقت. فذكرنا انا والحاج وداك الشيء قلت له ودي باغي نمشي للمنتخب باغي نمشي نلعب الكره فعلا كانت هذيك هي اول منادات ليا وشاركنا في اكبر دوري تما في لاكروا في فروق كبيره على المستوى الاوروبي فزنا بالدوره وحرزت على احسن لاعب في ديك الدوره وكيمكن في ديك الفتره كتجيني اول عرض احترافي كانوا المسؤولين ديال باستيا وحنا غادي حضرنا المباراه ديال الترتيب وجاو تيهضروا معايا في المدرجات ديك الساعه انا ما عنديش يعني ما عطيتش ديك القيمه للاحتراف بانه خصني نمشي نحترف ولا نمشي ندير يعني شاركت في الدوره
في الدوري يمكن كافيه باش يمكن الانسان يعيش ديك الاجواء ديال 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 الاحتراف ويشوف فروق كبيره، يعني يشوف داك الشبان ديالها وداك يمكن الطموح ديالو غدا ولا بعده يتمنى انه يلعب في خارج الوطن. ربما هذه هي المسائل اللي كانت تراودك في ذاك الوقت. طيب نختصر شويه الوقت ونمشي من بعد الفتيان الشبان باش نمشيو للفريق الوطني. الفريق الوطني تنادى عليك وانت مع الجيش الملكي الفريق الاول، اول منادى بقاش كانت؟ لا مع اتحاد تورقة. مع اتحاد تورقة مشيتي للفريق الوطني الاول في 79. شكون نادى عليك اول مدرب اللي نادى عليك في ذاك الوقت تذكر شكون؟ مشيو كليزو كان. مشيو كليزو اللي كان يعني كانت قبل المباراه ديال الجزائر كان 79 كانت يمكن المباراه ديال الاياب ضد طوغو كان اول مباراه هذه، لان كان ديك الساعه الجيل ديال اللي تلعبت في محمديه. لا اللي تلعبت في محمديه اللي كملت كان فراس كان اسيلا كان الهزاز كان ليمان كان مصطفى طاهري كان سحيتا كنتي معاهم؟ شيشة من طبيعة الحال. لا وفي وسط هذا انت وليد صغير طبيعة الحال بديت مع هذا الجيل وي كانوا تيهضروا معك بعدا ولا ما تيقول لها لا تيهضروا الحمد لله حتى دابا تنهضروا ديما كنهضروا الحمد لله يعني بقى ذاك العلاقة فيها احترام فيها فقلت لك انا هضرك على أول مرة شافوا ولد صغير تذكري على اللعابة اللي لعبوا قبل منك بست سنين وسبع سنين تنشوف كيفاش استقبلوا واحد ولد صغير اللي غيلعب معاهم هذا هو القصد باش حتى الولاد الصغار اللي يسمعوا الا مشاو سمعوا دابا شي واحد من ذوك اللعابه دابا ديال اشرف حكيمي ما يتخلعوش لا وهي هي دائما ديك البدايه في واحد المحطه دائما تكون ما نقولش اشتباك ولكن على حسب كيفاش انت كتصرف فعلا كنت نشوف ذاك الجيل الجيل بلاعبين كبار وبالمقومات ديالهم فكتقول كيفاش غيمكن نلقى يمكن نفسي وعاد من بعد الرسميه ديالي داخل هذا المنتخب 79 هذيك هذه 79 79 انت راك معك فرس لعب كاس العالم 70 ودا الكره الذهبيه 75 كان اسيله كان حرضان كان هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا به انه راه كل شيء ممكن انه الانسان بالعزيمه وبالثقه لا وكان حس براسي صغير صراحه في ذيك الوقت وكان حس براسي بابا وغيرهم الاسماء صراحه اللاعبين اللي هما في ديك الفتره ديال السبعينات راه كانت البطوله ولا كانوا الفروق وكانوا الاسماء انا زنقول بديك الامكانيات اللي كانت متوفره ولكن كان الابداع وكان العطاء وكانت المردوديه واللاعبين وكانت تضحيه في نفس الوقت لان لعبوا في امكانيات اخرى ولعبوا في فتره اللي ما كانش امتيازات ما كانش بزاف ديال الامور ديال الطرف ديال 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 هذا الوقت ولكن كل وقت وقتها فانا كنقول بانه لقيت هذا الجيل ولكن كاين الرغبه وكاين الطموح وكاين ديك المساله اللي تنقولها دائما الانسان تيثق في المؤهلات ديالو كيحاول ما امكن انه يفرضها ولكن بالاجتهاد. طيب خلينا نشاهد بعض الصور ويا هذه الصور يمكن تحرك الغريسي باش يدخل يعاود يدير لك شي تبريرات. هذه الصور ديال محمد التيمومي في المقابلات مع خصوصا مع الفريق الوطني. تذكر بعض هاد الصور ديالك؟ هادي في 82 ضد في افتتاح ديال المركب مع باريس سان جيرمان مع عبد الله في المركب كان افتتاح وكان حضر فيه المغفور له الحسن الثاني مع جاك شيراك تذكر هذي؟ المباريات الكبيرة هذي المباريات اللي كتبقى خالدة Thank you.
حقر على هذه القائله. وفيها بينالتي هذه، فيها ضربة جزاء. شو تقول هنا؟ شو تقول هنا؟ ما قلت والو، قلت ساكت. طيب واش هذه المباراه ديال مصر بالنسبه ليك تتبقى يعني حنا غندخلوا لكاس العالم، ولكن هذه المباراه ديال مصر واش عندها شي قيمه في المسار ديالك خصوصا داك الهدف اللي سجلتيه ضد المصريين؟ باش توصل لكاس العالم ماشي سهل، وباش تاهل كتبقى دائما المسار صعيب. يمكن نفس المحطه الا قارنتها انا بال الفترة الحالية ديال المنتخب الوطني، إلا كان مباراة ديال مصر ومن بعدها مباراة ديال ليبيا. ليبيا. ولكن مصر يعني مباراة عندها خاصيات بوحدها. بالنسبة لنا حنا كانت مباراة قوية ومباراة اللي خصك تتجاوز المنتخب المصري باش تعطيك تخليك تلعب المباراة النهائية الفاصلة. وربما بمقارنة مع المنتخب الليبي كيبقى فريق صعب المنال من طبيعة الحال، وهذا هو اللي خلى انه المباراة تاخذ هذيك الهالة والقيمة ديالها الكبيرة. الحقيقة بالنسبة للسي محمد تيمومي، السي محمد انت جيتي لقيتيه؟ انا لقيته يلاه جا، وانا جيت ذاك العام اللي حضرنا حضرت معاهم انا اللي دينا فيه البطولة والكاس في 83 84. في الحق الله انا يمكن لي نضيف واحد الشهاده على سي محمد. سي محمد معروف عند الجمهور المغربي كامل، يعني لاعب مستوى ديالو كبير، وحنا كنا محظوظين في الجيش اللي حضرنا مع سي محمد تيمومي، لان بالنسبه لنا حنا كمهاجمين الا ما عندكش واحد بحال تيمومي بحال سعد بحال سميتو ما غاديش يمكن لك دير حتى شي حاجه. وحنا كانوا مهلين فيك. سي نورمال، لان هذاك الوقت الفريق الجيش الملكي كان فريق اقوى فريق، لان اللاعبين كلهم كيلتميو للمنتخب وكيلتميو للفار. يعني حموده ما غاديش نقول انا في وجهه ولا هذا، كلشي كيعرفها في الاسره ديال الجيش الملكي ولا الاسره المغرب. حموده كان بالنسبه لنا حنا هو ذاك الدينامو ديال الفرقه. يعني الا ما شداش حموده وكانوا يعني الباسات ديالو التوزيعات للمهاجمين ما يمكنلكش تماركي، ما يمكنلك دير حتى حاجه. انا اللي كنت محظوظ ديت في 83 هداف البطوله، لان علاش؟ بالباسات ديال سي محمد هما اللي عطاوني ذاك القوه كامله. والمعني بالامر هو انا ما عمري شفت سي محمد تيمومي ما كنشوفش فيه وكيعرفني فين باغي الكره معنا. كان ممتاز شويه بالقوه عندي تنضماري مزيان، كنت كنلقى الكواري دائما يعني قدام الخصم كندخل وكنسجل. يعني تيقول لي تنجري وكيف تشيتها تتوصلني دابا راه في ماتش لعب وتيقول لي عسلام، تيقول لي ديماريت وكي تشيتها وصلتني. وتبارك الله، ماشي زعما انا كنقولها في وجهه، سي محمد راه اكثر من الاخ ديالنا، وحنا في حق الله ماشي في وجهه، حنا كنا كنحترموه بزاف. يعني لا في الجلاس، لا في الضحك، لا في حنا كنا اسره كنجلسوا بعضياتنا. لا ما كانش حموده جالسين وساعد وحسينة وانا وعزيز والدراري اللي دي زونسيان، لما جلسناش وضحكنا ما كيمكنناش غدا نلعبوا الكره. هذا هو الفرق اللي كان عند لي فار ديال الساعه. اما حموده بالنسبه لي انا، نهار اللي ما كيكونش حاضر راه كيكون ذاك النهار خصني نعتمد على دحان ولا نعتمد على شيشه ولا شي واحد اللي كيلعب لي باس قراب. ولكن انا اللي الكره اللي كتعجبني هي ديال حموده، لان علاش؟ ذاك لي باس اللي كيكونوا غادي نوصلوا لهم المرمى كان كتدخل كتقدهم من المور. هذيك حنا ذاك العام دينا البطوله والكاس، وحضرنا في الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس 84
يعني الحظ باش تعرف ربي الحمد لله ما بغاش هذا. كنا كلنا مجموعين في المنتخب وبشينا. انا كنتذكر واحد المقابله لاعبين مع البرازيل، البرازيل يلاه كتقلب على راسها غتبدل الفرقه، يعني دونغا بيبيتو روماريو هادو كلهم عاد بادين، وعرفتي باش تلعب مع هادو راه يحمقوك. ولا حموده اللي محمقهم، ماشي هما غادي راه حنا ولينا شادين فيهم، وبالفضل ديال حموده لدرجه المدرب انا عقلها تكلعب انا إيليغوش كيقول لهم مدرب العشره العشره تحت ما بغا يشدو حموده داير فيهم حاله. ناض المدرب دخل واحد خرج واحد ودخل واحد قال له سير الحموده، باقي مذكرها حموده، قال له سير العشره وقف معاه فين ما تحرك. حموده كيجي البوند عندنا البوند ودوش الاخر واقف معاه. اخر بطوله مع الجيش الملكي اللي هي في 95 كنا حنا مع الجيل الجديد اللي فيه اللي طلعوا من المدرسه، بقينا انا وحموده بجوج بينا اللي حنا عندنا لاج، انا عندي 36 وحموده وقيلا 37، وكنا حاضرين مع واحد المدرب سميتو ماريو ويلسون مات الله يرحمه برتغالي. والله العظيم تصور حنا في هذاك لاج انا بيتور وحموده لي باس ديالو باقين، يعني انا غادي بيتور غير بلي باس ديالو كنكون والو غير واقف كتجي كره كنسجلها. هذاك ماريو ويلسون كندخلوا نلعبوا كيهضر معاه كل شيء، وكيجي الحموده كيعطيه توني كيقول له انت دير اللي بغيتي ما عندي ما نقول لك. ما عمرك رفضتي تلعب؟ ما عمرك شي نهار قلت له ما في ما يلعب؟ لا 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 ما عمرها جات. ما عمرك قلت له مضرني رجليا ولا؟ لا الا كانت ضرني راه ضرني. لا ما انا عارف انا تنقول لك انه كاين دابا كاين لعاب لما توصل لواحد المستوى تيبغي يقول لا انا ما غنلعبش. لا سبحان الله العظيم ما عمرها كانت هذه المساله، و تتبقى دائما تاخذ الامور بجديه في المسائل ديالك. طيب شنو المباراة اللي كان تيبغي يلعب محمد التيمو هنا في المغرب؟ المباراة اللي تيشدوك ولا الملاعب اللي تيشدوك؟ لا انا دائما كنبقى نتذكر جوج ديال المباريات، يمكن راه سعد وعبد السلام، يعني من المباريات اللي ما يمكنش ننساهم اللي هي مباراة ديال الرجاء في رمضان النصف النهائي مركب. يمكن احنا في مركب محمد الخامس ولا محمد الخامس؟ محمد الخامس. يعني يمكن شت المركب مرة الثانية كنشوفوا بديك الحالة، يعني بلاصة ما كايناش وفي رمضان كتعرف الأجواء ديال رمضان والجيش في القمة ديالها والرجاء في حتى هي في المجد ديالها، يعني الظلمي الله يرحمه والحداوي والسوادي وحسن وعبد الرحيم وغيرهم، صعب انك تكهل الفريق اللي غيربح. واش اللي مشات للشوطين الاضافيين؟ لا 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 زيرو في الوقت العادي. لا جوج زيرو في الشوطين، جوج زيرو ولكن في الشوط الاضافي. الشوطين الاضافيين. لا في الشوطين الاضافيين. الشوطين الاضافيين. هذه بيت ماركا في الشوط الاولاني. ما تبعش غلبنا السي ام سي. الشوطين الاضافيين. عرفتي شحال دابا؟ راه علينا 20 عام. عندك هذه وعندك المباراة ضد قنيطرة في قنيطرة. 3-0 ولا 3-1 3-1 وكتعرف قنيطرة انا نقول لك ذاك الوقت الاسماء ديالها عبد اللطيف ونور الدين بوحيا وبوساتي وجمال وخليفة ونقيلة، وهذه فريق كبير مدرسة كبيرة. كان عنده فتاح هو الحارس؟ لا فتاح هو الحارس. فيعني صعيب باش غادي يمكن ما غنقولش باش تربح الفريق ديال قنيطرة، ولكن انا تنقول بانه في ديك الوقت كان فريق الجيش الملكي يعني قوه كبيره، صعيب باش توقفها. انا تنقول لك هادو المباريات اللي لعبنا خارج الملعب. طيب هاد الاجواء داخل الجيش الملكي هي نفس الاجواء داخل المنتخب الوطني، ام انه حيت كاين بزاف ديال اللعابه ديال الجيش الملكي الامور كانت تقريبا بنفس الاسلوب داخل المنتخب الوطني، ام انه داخل المنتخب الوطني هناك موازين قوى كثيره؟ لا كاينه متغيرات، لان كاين لاعبين تيجيو من فرق اخرى، كاينه مباريات من نوع اخر ماشي هي ديال الدوري. فالدوري ربما كيف قلت انا الجو العائلي داخل الفريق الشمالكي وكل مباراه يوم السبت ولا الحد، متعايشين كثير،
بالنسبه للمنتخب فدائما كيكون وفي ذاك الوقت كانوا معسكرات، فعلا كانوا معسكرات اللي كيمكن تستمر لشهر وشهر ونص، وربما هذه من الاشياء اللي كانت دائما كميزه وخلات انه يكون ذاك التعايش، يكون ذاك ويخلق ذاك انسجام في جميع ذوك الاستحقاقات اللي حنا مرينا بها، فربما هذه في حد ذاتها قوه، بالرغم من ديك المتغيرات اللي كانت، فكل مدرب الا وكيجي ربما كيغير في البعض من اللاعبين، ولكن تيبقى دائما ذاك النواه وذاك لوساتور ديال ليكيب ناسيونال راهو حاضر وراه هو كاين، وهذا هو اللي خلى ذاك الجيل. يمكن انا نتكلم على الجيل ديال الثمانينات، انه من تقريبا من 83 من العاب البحر الابيض المتوسط، العاب لي جو ميديترانيان، العاب اولمبيه، العاب العربيه، من بعد جات المحطه ديال كاس افريقيا ديال مصر، كاس افريقيا، وكانوا البعض اللي يمكن انطلقنا من 80 من كاس افريقيا ديال نيجيريا فربما كان البعض من هاد اللاعبين اللي هما مثلوا النواه من بعد كانوا حاضرين في ذاك الوقت، فربما هذه منهم الابيض، منهم خالد الابيض، كان زاكي، كان زاكي بوحياوي، ربما هذول اللي كانوا في ذاك الوقت. طيب ما غاش نمروا على كاس افريقيا اللي فاز به فريق الجيش الملكي، والحادث المؤلم اللي وقع في ذاك المقابله ديال الزمالك، انتم كلعابه كيفاش تقبلتوا الوضع في ذاك المباراه وعارفين بانه القيمه ديالها لانها مشات حتى لضربه الترجيحيه؟ انا كنت ديك الساعه انا كنت مصاب، كنت في اخر حصه تدريبيه انا مع قندروش الله يرحمه، تيدي لي لافيكسيون، تيجبد لي ليكسونسيون، وداز حموده هو يضربني ظهري، قال لي بات بوليت نوض تلعب، واش وزاد في ديك البلاصه، انا في التريبين هكا تتبان لي، تيبان لي السي محمد رجلين مشات ليه، واسي نورمال، كانت تشوف السبيطار محمد الخميس كي كان، راه ما تدخليش السبيطار محمد الخميس بالناس اللي جاوا، عرفتي من اي مدينه الناس جاوا، والحمد لله على اي حال. طيب غننتقلوا بسرعه، نمشيو لكاس العالم، لانه واخا نتحدثوا على هذه المنافسات الافريقيه وكؤوس افريقيا، ولكن تبقى دائما كاس العالم عنده طابع خاص، حتى شي واحد ما كان تينتظر بانه المغرب غيكمل هو الاول ديال المجموعه. دابا القضيه نمشيو على انه الاول ديال المجموعه متقدمين على انجلترا باللاعبين الكبار ديالها، على بولونيا وعلى البرتغال، وهادو لما تنقولوا هادو فرق تنقول البرتغال اللي لعبت نهايه كاس اوروبا، ماشي البرتغال اللي غير سمعوا البرتغال. يعني كيفاش تلخص انت في كلمات كاس العالم؟ واش كما تنقولوا الكره لقيتوا تماك اجواء جيده، لان لعبت واحد الكره من اروع ما يكون. ايوا وراها عمل، والعمل ربما تيتركز على الاداره التقنيه اللي كتهيئ واحد البرنامج استعدادي للبطوله بالحجم ديالها، بالقوه ديالها، بالمدارس اللي يمكن تتكون مختلفه واللي هي كتشارك وكتكون معك في المجموعه. ضروري كيكون تقييم لكل خصم على حسب الفرضيات ديالو، على حسب المؤهلات ديالو والامكانيات والشيء اللي كتميزه. فربما هدف حد ذاته انه تنقول استعداد كاستعداد اللي تطلب واحد مجهود فردي وجماعي. هذه من خلال الفتره اللي حنا كانت قبل من كاس العالم، كنعرفوا الموقع ديال المكسيك كبلد، الارتفاع ديالو، الرطوبه اللي كتميزو كبلد، واللي كتخلي انه الا ما كنتيش مستعد بدنيا مؤهل صعب انك تلعب. طيب 90 دقيقه هذا راه درنا غير كمدخل، لانه حنا ما تتحدثوش الان على الكرات القدم الوطنيه، ولكن يعني بغيت نجرك لهذا المدخل باش نرجعوا للعطاء ديال محمد التيمومي في منافسه كاس العالم. تيمومي كما قال الغريسي قبيله بانه عنده شي خاصيه انه تعطي كرات، ايضا سعد قال بانه عنده شي كسميرات طويله. احنا اخترنا بعض الكرات يعني يمكن تلقى لعاب تيديروا حدا في كل مباراه، ولكن لما تلقى محمد التيمومي
واش هذه ميزه ديال انه عنده النظره ديال الملعب ككل، بحيث انه ممكن يعطي كره ديال 30 و40 متر واللي تكون هي اصل ديال الهدف. نخليكم تتابعوا هذه الصور من منافسات كاس العالم، ونخليكم تعلقوا عليهم نتوما، انه هو ما بغاش يعلق عليهم، قال شي كلشي عندي عادي. تلاحظ دابا هذه شحال مشات الكره هنايا، لقاها قدام وياك عبد السلام. وا هادو هما شوف عاوتاني هذه ها انت الله حموده، هذه هي ولهما ديال يعني ما يمكنش شي واحد يديرهم من غيرهم. واحده اخرى كله في الرجل، لي باس كلهم كيمشيو نيشان يعني. وهذه هي الاصل ديال الهدف. احسن ما كاين كاع في اللي ما انتبهتيليش، هي ظلم الله يرحمه. اسمح لي ها انت شوف شوف ها انت شوف ها انت ها انت ها انت ها انت شوف شوف كريمو واش غايدير، كريمو غايقلع عارفه جايه ولقاها قدامه ما 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 دار كونترول وماركاها صافي. هادو هما شتي اللي كاين هي ملي تشد الكره. هادو شوف 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 فين مشات، لقاها قدامه. سيلقاها سير قدامه. طيب واش مثل هذه الكرات يمكن نقولوا مابقاوش؟ ولا كاينين حنا ما رديش اليوم ما تضرليوش البال؟ لا بحال هذا بحال هذا هذا ديال السي محمد ماشي الميادين اللي خلقوه ما بقاوش. ما بقاوش دوك الملاعب اللي كانوا كثار وتيلعبوا فيهم الناس. تعلم غير في التراب، وفي التراب ما تعلم هادشي هذا غير في المسحه صغيوره. اي راه هذيك هي اللي زادت استفد منها. ما تعتبرش بان موهبه هكاك. حيت تجيك كره وانت تتساينها وتتنغز لجهه اخرى وتتلقى لها الحل، راه هذا راه هذه راه ستون فورماسيون اللي تيدوزوا فيها في لي سونتر فورماسيون شهر شهر ونص، انت درتيها في ساعه هاد المكانه في تيران. ما تقولش فيها موهبه، هذه موهبه هكا. هي موهبه موهبه راه موهبه. سي سعيد انا كيمكن لي نقول واحد الكلمه في هذه القضيه دي، راه ما غنظنش انا واحد اللعاب غيجي غتخلقوا بحال تيموي. هذاك الشيء راه كما قلتي دابا راه موهبه. الانذارات عندك ما مع علاقات ولا الطرد؟ لا كاين شي حاجه وقيله ورقه صفراء وحده وحده كانت في كاس العالم ضد بولونيا. لا هنا هنا في المغرب. أنا ما نتذكرش واحد. ما نتذكرش. ما حدش. هذه اللي عقلت عليها واحد. ما حدش جيت على حكام. لا لا لا. لا ما تفرجتيش في التيمو. لا أنا تنسأل باش الناس ولا تفرجتي في التيمو. لا. كي ياخذ هذا. إلا ما سولوا مشاو الناس خويا تنسول في بلاصة الناس. ما يمكنش ياخذها، ما تيغوت على صحابه، ما ضربتيه كاع، أنت خصم ديالو ضربتيه. هاد الحاجة ما تفوتنيش. شتي أنت خصم ديالو وضربتيه، صاحبك تيغوت عليك تيقول لك ما تضربوش. كان تيحظى باحترام عند الخصم وعند الصديق والصاحب. صاحبو تيجي يغوت عليه يقول علاش ضربتي حموده؟ حموده ما كانش تاي كان كلشي تاي كي يدير هذا الاربيتيج يحشم كاع يجبدها يحشم. كان احترام بينه وبين الحكام في ذاك الوقت. طيب بعد التمريرات الطويله معروف بانه سي محمد التيمومي كان عزيز عليه لعب كويرات قصيرين معاك ومع حداوي وهادشي هذا، غادي نشوفوا بعض التمريرات القصيره بعد شي حاجه ديال كاس العالم. هادو مصورين وحتى الملاعب شويه تساعد تما كاين هادشي هذا الملاعب بحال الزربيه تيساعدك هنا باش الدراري الصغار الشبان ديال ولا الفتيان ديال الصغار ديال الجيش الملكي اللي بغى يدير شي حاجه يدير بحال هادشي هذا. نتمناو سهل تاخذ الكره وتوقف. سهل تاخذ الكره وتوقف. لا تكون تتمتع بواحد الهدوء وواحد. تيشوف هنا وضرب. you
تفوتيش عليه. لا ضربته في الدين؟ هما يعاودوا هادشي ما تيبانش سهل ولا سهل؟ سهل سهل المولاه اللي ماشي مولاه سهل في الشوفه ما يقدرش ما يقدرش كاين تمريرات ما يقدرش يديرهم الانسان ما يمكنش راه ما كل واش عنده واللي كان تيمتاز به اسمه محمد هو الامكانيات ديالو تيشخصها حيت كان تيكون ميسترو. عندك شي مدرب اثر في حياتك؟ ام انه كل مدرب في واحد الوقت ادى واحد المهمه ديالو معاك؟ لا كل واحد كل واحد اثر كل عنده واحد عنده التاثير ديالو صراحه. الا قلت كليزو في واحد الوقت، الا قلت العماري في واحد الوقت الله يرحمه، الا قلت فاريا، الا قلت ويلسون، الا قلت واحد المجموعه ديال المدربين الحمد لله، لانه كل مدرب الا وكت كتستافد منه اشياء بصراحه، كيكون عنده تاثير ديالو في المسار ديالك الرياضي. الا ما كانش بالكلام كاين تيصلحك تقنيا، الا ما كانش تقنيا كتكون تكتيكيا. يعني على كل حال كيكون الانسان مفروض عليه انه تستمع لكل مدرب كيمكن تمر معاه. طيب انت لاعب هادئ ما تتقلقش، وكاين شنو الحاجه اللي يمكن تقلقك في كره القدم او في مباراه ولكن هي عارفك ما غتبيناش ولكن تقلقك غير داخليا؟ انا تقلقت في النهايه ديال الالعاب العربيه ضد العراق في الرباط، لانه انا كنقول ما نعرف لانه كان الراي العام البيت اللي سجل جل تنظن حسين لا لا ماشي لا ديالنا احنا ديال العراق جل حسينة وتنظنه كان تنظنه كان الشرع وما تحسبش وما تحسبش يعني ما كانش يعني كان الهدف سالم يعني ما في شي حاجه والحكم كان جزائري تنظن في ذاك الوقت وهو رفضوا ضغطوا عليه العراقيين ورفضوا يكمل المقابله وتنظن بانه كان هذيك المباراه كانت تحول لانها كانت مباراه كبيره وكان يعني بامكاننا ننتصروا ونفوزوا بالدوره. التجربه ديالك ديال الاحتراف كاين بزاف اللي تيقول بانه التجربه كان بامكانها تكون افضل لانه كانت في واحد على كل حال التجربه في الاولى كانت في مورسيا في اسبانيا كيفاش مرات بالنسبه لك؟ لا انا كنت نتمنى باش تجي في واحد مرحله اخرى ومرحله اللي تكون انت جاهز بدنيا وذاتيا لانه كان الكسر والكسر جاء قبل كاس العالم وموسم كامل ما شاركتش فيه ومشيت ديريكت لكاس العالم يعني باقي ما الا لاحظتي حتى في الجريه ديالي لا كان غادي غير التجريه ديالي ماشي هي ديال الانسان حس براسه يمكن الناس راه اقتنعت بالمردوديه وبالامور اللي قدمتي ولكن انا نفسيا لا حتى 50% الشيء اللي كنتي كتمنى يمكن تكون انت جاهز يعني صحيا تكون كامل. شحال استمرت يعني مورسيا مع مورسيا شحال؟ سنة ومشيتي بلجيكا؟ سنة وماشي ذاك المستوى ديال الفريق اللي انت كنتي كتمنى لان يعني كانت عروض اخرى كانت عنده مشاكل كبيرة كانت عروض لا فريق عادي لا صعد تعاقبوا عليه في ذاك الموسم ثلاثة ديال المدربين كل مدرب عنده اللغة ديالو ماشي فريق بالطموح اللي كنتي كتمنى ربما هذا صابك باحباط هذه هو المرحله ثم كتجي من بعدها لوكرن في بلجيكا ما غنقولش نسبيا احسن ولكن ماشي بديك القيمه ديال اندرليكت وبروج وهذه وكان في ديك الوقت عروض اخرى للاسف ربما الشيء اللي كنت كتمنى انت في المسار الاحترافي ما تحققش يعني ما تحققش
ثم التكثير ديال العطب ديال لا كيف ما كان الحال كتستافد منه كتستافد منه اشياء غير هو الشيء اللي كنتي كتبغي ولا باغي ما تحقش شيء وهذا ما كيمنعش بانه كينقص يمكن من المؤهلات ديالك ولا من المقومات ديالك. طيب نهايه المشوار ديالك ما فكرتيش انك تدخل الميدان ديال التدريب ام انه بان لك هذا ميدان ما انت ماشي مستعد ليه بتاتا؟ لان شحال من واحد تيسولتي يقول الانسان عنده بهذه المهارات وما يديرش التدريب بحال اللي كاين دابا الان. لا هي مساله رغبه ولما تبغي تدخل لهذا الميدان الا وكتكون خصك تكون مستعد ليه وعندك مقومات. انا بحكم تجربتك وخبرتك اللي يمكن تعطيها الوليدات. طيب غنبقاو في هاد الوليدات اللي تحتي عليهم وغننتقلوا للجزء الثاني من البرنامج. غادي نودعوا السي عبد السلام الغريسي ونستقبلوا السي عبد الله الادريسي اللي هو المدير التقني ديال فريق الجيش الملكي. طيب السي عبد الله الادريسي بصفتك مدير تقني ديال فريق الجيش الملكي عندك علاقه وطيده بالفئه الصغرى، حضرتي معنا شاهدتي معنا واحد النجم من نجوم كره القدم الوطنيه وكاع هاد الشباب والاطفال الصغار تيبغيو يكونوا بحال هاد النجوم. اكيد بانه المسؤوليه ديالكم هي ان تهيئ الاجواء باش يمكن تكون كره القدم الوطنيه عندها مجموعه من 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 من, من اللاعبين من المواهب. طبعا المسؤوليه ديال الانديه حاضره مادام انه الان في واحد الوقت كنا نتحدثوا على انه الشارع وبانه الحومه والاحياء هما اللي تيخلقوا هاد النجوم. الان المسؤوليه على عاتقكم انتم كمسؤولين كمراكز التكوين كفئات صغرى كمجموعه من الامور اللي يمكن لها تساهم في هذا الباب. هذا شنو تيدار باش يمكن يكون عندنا لاعبين بهذا الشكل؟ واش التاثير اللي تنأطروا قادر انه يعطينا بحال هذا الشكل ام انه خصنا مازال مؤطرين مكونين؟ شنو تيدار في هذا الباب؟ كاينه مدرسه الناس المسؤولين ولا بدا ما نهضر على المجهودات اللي كيديروا الناس المسؤولين ديال الجيش الملكي. فكاين مجموعه مدارس الجيش الملكي داخل لو سونتر دو فورماسيون، بمعنى الدري ما بين فين كياكل وفين كيلعب وفين كيقرا وفين كينعس 10 متر. يعني دراسه و كاين مجموعه مدارس الجيش الملكي معترف بها من وزاره التربيه الوطنيه داخله في مسار كانك كتقري ولدك في البريفي. كيجيو اساتذه من شحال واحد يستافد؟ كيستافد دابا حاليا كتستافد الفئه ديال 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 الفتيان، الفئه ديال الشبان، وكذلك الفئه ديال الاسبوار. شحال تقريبا من لاعب؟ نقدر نقول لك تقريبا واحد 70 لاعب. وهاد 70 لاعب واش تم اختيارهم ام انه هادو لاعبين اللي تيبغيو هما تيقلبوا يبغيو يمشيو يلعبوا؟ لانه حنا عندنا هذا الاشكال ديال انه واش تندربوا الاطفال اللي تنقلبوا عليهم ولا اللي جا عندنا تندربوه؟ الوغ المثال هو اللي حاضر دابا. معنا لاعب كنشوف فيه دابا ولد سلا، جوج لاعبين ولد كازا، ولد كازا، واحد ولد وارزازات، واحد ولد بركان، ولا درت هنا غادي نلقى واحد ولد وجده، واحد ولد طنجه، واحد ولد الرشيديه، بمعنى انه لاعبين سيبلي تقلبوا عليهم بطبيعه الحال. وهذه العمليه ديال اللي كنقلبوا عليهم فيها جوج ديال الطرق، سواء كنمشيو نقلبوا عليهم، نمشيو نهزوا هذا ونمشيو نديروا واحد اوبيراسيون دو بروسبكسيون لوكال، سواء كتستافد من الريزو ديالك. عندي مثلا سي سعد في المنطقه ديال ورزازات ما حتاش نديبلاصا الا قلنا له الله يكثر خيرك بالرؤيه ديالو الثقيبه بانه عنده لو بروفي ديال اونترينور، وبحكم ان فايتين تعاملنا معاه قلنا له بغينا جوج ديال الدراري او ثلاثه ديال الدراري ديال 2002 مزيانين، فكنظن بانه كيلوكاليزيهم لينا ويقدر يجيب لنا خمسه للسونتر. ملي كيجي للسونتر كنتجمعوا جميع المؤطرين لاختيار اللاعبين ذوي المستوى اللي جاونا من المناطق ديال المغرب كامله. هذه هي تقريبا العمليه ديال الاختيار اللي كدار. ومن طبيعه الحال ملي كيتختار، لانه دابا حاليا اللاعب ديال فريق الجيش الملكي فراهم كيقراو 13 في القسم 14 في القسم، وهذه العمليه هذه راه بدات من العام اللي فات. هذا العام الثاني؟ هذا العام الثاني. بمعنى ان النتائج ديالها تظهر من بعدها. من ناحيه الدراسه كان واحد النسبه كبيره ديال النجاح العام اللي فات.
ومن ناحيه ديال الكره العام اللي فات فالفريق ديال ليسبوار اللي كيدربوا السي محسن بوهلال هو اللي حاز على البطوله ديال المغرب كان حاضر فيها سي محمد تيمومي. وبالنسبه للشبان والكادي لعبوا لا ديمي فينال. اذن الناحيه ديال النتائج اللي نقدروا على النتائج فهي كانت زائد انه كاينين لاعبين اللي تنادى عليهم المنتخبات الوطنيه الصغرى وكاينين لاعبين اللي قاسوا الفريق الاول خصوصا في الوقت اللي كان السي عزيز والسي سعد كيشرف عليهم العام اللي فات. اذا هادو دي بارامتر. الوغ من ناحيه ديال التكوين ديالهم فمن طبيعه الحال انتم كتعرفوا بانه كاينه الاداره التقنيه الوطنيه اللي هي مكلفه من طبيعه الحال بتكوين المدربين. نقدر نقول لك بانه جميع المدربين اللي كيمارسوا كمؤطرين داخل فريق الجيش الملكي فهم حاملين الليسانس بي، هذا بوغ ريبوندغ اللي كيتشارج دفتر التحملات ديال الاداره التقنيه الوطنيه وديال الجامعه. طيب خلينا نتسال على واحد القضيه، المساله ديال الدراسه، تتفكروا مستقبلا واش كيفيه التوفيق بين واحد بغى يمشي يواصل الدراسه ديالو، لان مثلا واحد خدا البكالوريا واش يستمر في الدراسه ولا كاين امكانيه انه يستمر في الدراسه ويلعب الكره، ام انه في هذه الجزئيه واش مفكرين فيها بشكل كبير؟ داخل 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 لو سونتر دو فورماسيون لا بريوريتي حنا كنلعبوا الكره دونك خصنا الكويري. بالنسبه الى كان توجه اخر فهو من طبيعه الحال داخل في لوريزونتاسيون ديالو مع الاباء ديالو مع الاختيار. هذا الاختيار انه الا ما فكرش يلعب الكره بداك المستوى بداك الامكانيات اللي كاينه وجعز لحاجه اخرى ما كيبقاش من كما دار تيمومي فملي بغى يمشي لفرنسا من طبيعه الحال حتى هو اختار ما بين واش يمشي دوز امتحانات ولا يمشي يلعب الكره. بالفعل تيبان لك بانه على مستوى الانديه الوطنيه نشتغل في هذا الاتجاه ام انه عندنا نقص حاليا؟ وهذه بشهاده ديال لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال. حاليا كاين اللي عندهم هاد لي ستركتور اللي ممكن كيخدموا بالطريقه اللي هي معصرنه او لا، فكنظن بانه كاين فريق ديال الجيش الملكي وكاين الاكاديميه ديال محمد السادس وحاليا كاين الفريق ديال الفتح الرباطي من ناحيه ديال لي ستركتور ومن ناحيه ديال ريسورس هيومان. فكنظن بانه لي زوتر كلوب رغم الكبوريه ديالهم ورغم التاريخ ديالهم فباقي ما عندهمش هاد المقومات هادو اللي وصل لهم دابا الحمد لله فريق الجيش الملكي. وكنظن بانه كاينين اللاعبين غيبرزوا عما قريب. طيب في نهايه الحلقه سي سعد واحد جوج كلمات في حق محمد التيمومي اللي كان ضيف حلقه اليوم، شنو ممكن تقول عليه؟ كلمة مختصرة انا الا تكلمتي انت ما غاتساليش. لا 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 سي محمد التيمومي اش نقول؟ الحب اللي تيبغيوه الناس كاملين راه باين شغل ما كاينش. اخ وصديق وعشير وكل شيء. سي محجوب. لا ماشي. شو كلمة في حق السي محمد التيمومي؟ كلاعب خلينا ماشي ك لا ماشي كأسرة. لا ماشي كأسرة، كلاعب شنو يمكن تقول له؟ دابا او تقول عليه؟ دابا اللي نقولوا عليه ما هو دابا انتهى. لا حنا ما كنبغيين باغي له يسهل ان شاء الله. السي محمد التيمومي اللي تنتمنى له صحة جيدة يعني ويسهر لنا على براعم صغيرة اللي تقدر تعوض هذا الشيء اللي فات. سي دريسي واحترمه كثيرا واحبه كثيرا، لا كلاعب لا لا كانسان لا كقدوة. الله يعاونو باش يقاد ديك الرجيله هكا يقادها مزيان ويبقى شي تمشنا بالعكاز ويضرب ذاك الباس الزوينه اللي عزز عليك في الديمونستراسيون. طيب سي محمد تيمومي في نهايه هذا اللقاء سعيد واحد الامنيه عندي. اييه هي ما كرهتش السي محمد يكون مستشار تقني في الجيش الملكي. هاي يوفر عليهم بزاف ديال الاخطاء. هاي يوفر على فريق الجيش الملكي بزاف ديال الاخطاء. انا هذا طلب ديال لاعب دولي سابق ديال الجيش الملكي. شكرا سي سعد. طيب سي محمد كلمه ختاميه
اعتبرها انا نفضلها تكون توجيهيه خصوصا هذا الشباب والاطفال خصوصا ديال اللاعبين ديال الجيش الملكي ومن خلالهم لاي لاعب مقبل على ممارسه كره القدم شنو هي الامور اللي يمكن له يتزود بها. فمره اخرى شكرا للحضور الكريم اللي كبدوا عناء ديال السفر وديال التنقل. بالنسبه للحضور ديال فئه من الفئات الصغرى اللي هي كتمثل الفريق الملكي فاضون بانها كانت مفروضه بحكم انه قضيت واحد الفتره مع هذا الفريق وحقنا مع اشياء كثيره. فما غنتكلمش على الصور، ما كنتكلفش على امور اللي شاهدوها واللي شافوها، ولكن كنتمنى لهم انا باش يكون ذاك الانصات وذاك الاستماع سواء السي الادريسي ولا الاطور اللي كتشرف عليهم ياخذوا شيء من الجديه في التعامل ديالهم في الحصص ديالهم التدريبيه، ينتبهوا مزيان من غير الحصص ولا مور الحصص الحياه ديالهم اليوميه. ما نقولوش مساله ديال التغذيه وهذه، لانه الحمد لله الان كل شيء متوفر داخل المركز، لا من الامكانيات لا من التجهيزات. يمكن هذه اشياء اللي احنا ما لقيناهاش وما عشناهاش وما توجداتش في الوقت ديالنا، ولكن الحمد لله بامكانهم الان انهم يجتهدوا ويكون عندهم طموح. والطموح تيبغي ماشي مساله ديال انه لقى نفسي داخل ولا لقى مركز مثلا في من المراكز داخل الفريق ديالو، ولكن الطموح هو تحقيق القاب هو الوصول والمشاركه في استحقاقات كبيره سواء قاريه سواء عالميه. وربما هذه اشياء من الاشياء اللي خص اللاعب يكون وضعها في نفسه. فعلا ما كتكونش في هذه المرحله، ولكن الوقت اللي كيوصل الفريق ديال الكبار وكيلقى نفسه داخل الفريق وكيجتهد وكيوصل الاساسيه ديالو، فاظن بان هذه الاشياء اللي كتجي من بعد واللي كيمكن تخلي انه يطمح باش يحقق اشياء كثيره في المسار الرياضي ديالو. شكرا لك سي محمد التيمومي، شرفتنا في حلقه اليوم. وتنظن بانه التقدير اللي جاء على لسان يعني لا الضيوف ديالنا ولا التقدير في حجم الناس اللي حضروا معك هنا، لان كما قلتي بانه تيمثلوا يعني التاريخ ديال الكره الوطنيه منذ اواخر الخمسينات ممثل السي حسن قصبي الله يطول عمره، وانتهاء بهذا الشباب ديال الفريق او الصغار ديال فريق الجيش الملكي. تيظهر لي بان هذا تقدير ليك واعترافا بلاعب ذو مميزات. وانا قلت في البدايه بانه ماشي سهل الانسان يكون لاعب كبير، ولكن تكون لاعب كبير وعندك اخلاق كبيره وعاليه وما يتوجه لك حتى شيء انذار، هذه امور خاص الجيل الحالي انه يتحلى بها وياخذها كقدوه. مره اخرى شكرا لك سي محمد التيمومي. ما بقي الان سيدتي وسيدي الا ان اودعكم واضرب لكم موعدا مع سمر قادم ان شاء الله مع نجم من نجوم الرياضه الوطنيه. قبل ذلك هديه وتذكار لسي محمد التيمومي من البرنامج.